ألقيت عليك محبة مني والحكم على عيني وإن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك تلتقر وعينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا فلبثت فيها في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Amen.